على السكين يا بطيخ، عبارة نسفتها الأوضاع الاقتصادية بعد ما وصل السكين للرقبة. 217 ألف ليرة هو سعر البطيخة الواحدة. الصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذ بجولة على محال الخضار والفاكهة تبين بأن هذا البطيخ مستورد، وارتفاع سعره مرتبط بطبيعة الحال بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، كالبطيخ الأردني المسعر ب 19 ألف ليرة للكيلو الواحد، أي سعر البطيخة الواحدة ب 150 ألف ليرة. أما البطيخ اللبناني فلم يأتي موسمه بعد. الدفع جنوني، والله يكون بالعون فينا نقول، ولوين رايحين ما حدا بيعرف، وهلأ ما فينا نشتري، فبعد شهر وشهرين ممكن نشوفها بالمنام، يعني ما في يشتريها أكيد، وبشوفها من على جنبها. مش بها الأسعار هيدي كانت، يعني هالأسعار هيدي لا ما في بطيخ. اختلف 100%، اختلف كتير من السماء للأرض، اختلف أكيد. يعني الله يعين العالم، كيف اللي عم يشتغل أنا جاي مكفي حاله، كيف ما عم يشتغل. كل يوم كنا ناكل، وخاصة كمان وقت العشاء أنا عندي الأولاد كتير بحبوا جبنة وبطيخ، حلوم يعني البطيخ، الحلوم العكاوي مع البطيخ. لا ودايلي يكون بعد العشاء أنا بتحب تحط فواكه وتاكل، يعني شيء بالقلبك شيء تبوردي فيه. للأسف هيدا الشيء هلا أكيد الإنسان بده يخفف طبعا، بده يعمل حساب وبده يعمل يضبط مصروفه، لأنه في كتير كمان عندك يعني أولويات كتير وعندك مصاريف كتير، يعني بده يختصر الإنسان. البطيخ اسمه فاكهة الصيف، يعني قد بتقولي في 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 فواكه، بس البطيخ هو فاكهة الصيف. ما في حدا فلتين أمني قد بتقولي، ما في حدا لا في دولة ولا في وزارة اقتصاد ولا في شيء أبدا أبدا أبدا، ما في شيء، ما حدا بيتحمل ولا مسؤولين فيه ولا ما في حدا يداعي بهالشغلة. هذا فضل انطر اللبناني، المنتج اللبناني أطيب وأحسن وأرخص. تحول مشهد الجوع إلى عنصر أساسي من عناصر الوضع في لبنان، فالأسواق التي انهارت بفعل ضربات متتالية من الليرة وانفجار مرفأ بيروت والصراعات السياسية تفترس الجميع، حتى لجأ أصحاب محلات الفاكهة والخضار إلى التخلي عن ثقافة البيع بالكيلو والاكتفاء بالبيع بالحبة. فلا تستعجب عندما ترى لبنانيا يطلب شراء شريحة بطيخ.